السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف جهاز 7 برو، موديل الجهاز جهاز 730 اف اكس دبليو، اصدار الحماية الثالث، اصدار الاندرويد 7. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي بنرجع للصفحة الرئيسية للاعداد اللي اخترنا منها اللغة، بنضغط على زر الهوم 3 ضغطات متتالية، بتفتح لنا صفحة توك باك، بنرسم حرف ال بطول وعرض الشاشة، بنختار من الاختيارات اللي قدامنا اعدادات توك باك، بنضغط عليها ضغطة، وبعدين بنضغط عليها ضغطتين عن طريق 2 من صوابع ايدك بتحرك التاتش، بتنزل لحد اختيار الاستكشاف باللمس بتضغط عليه ضغطة، وبعدين بتضغط عليه ضغطتين، بنكرر العملية على كلمة موافق. التاتش هيتحرك معانا عادي، بننزل تحت خالص بنضغط على المساعدة والتعليقات، لمحة عن ميزة الوصول عبر مفتاح التحويل، بنشغل الفيديو اللي في الصفحة، بيظهر لنا اسم الفيديو بنضغط عليه، بيفتح لنا اليوتيوب بنقفل الفيديو على اليوتيوب، على يسار الشاشة بنلاقي رمز الحساب بنضغط عليه، بندخل على الإعدادات حول، بنود خدمة اليوتيوب إلغاء، بنكتب فوق في البحث VN ROM، بنضغط ذهاب، بنختار أول نتيجة بحث، بيدخلنا على صفحة التطبيقات اللي من خلالها نقدر نتخطى حساب جوجل للجهاز. بنضغط على تطبيق FRBVNROM علشان نحمله، جرب بدء التنزيل، وبعدين بننزل تحت شوية وبنضغط على تطبيق Setting، جرب بدء التنزيل، بندخل على العلامات، الصفحات السابقة، محفوظات التنزيل. في البداية بنثبت تطبيق FRBVNROM، الإعدادات، بنفعل خيار مصادر غير معروفة، بنشيل العلامة من مربع السماح بهذا التثبيت فقط، بنضغط موافق، تثبيت، تم، بنثبت تطبيق سيتنج، تثبيت، فتح. لنا الإعدادات أو الضبط الخاصة بالجهاز، بندخل على شاشة القفل والحماية، بننزل تحت خالص وبندخل على ضبط آخر للحماية مسؤوله الأجهزة، بنلغي تفعيل العثور على جهازي، بنفعل مدير جهاز أندرويد، وبعدين بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، بندخل على التطبيقات، بندور على تطبيق خدمات جوجل بلاي، بندخل عليه، بنضغط على إلغاء التفعيل، إلغاء التفعيل، بنرجع مرة تانية للتطبيقات، بندور على تطبيق كروم، بندخل عليه، إلغاء التفعيل، بنرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للإعدادات، بندخل على السحابة والحسابات، حسابات، إضافة حساب، بنضغط على جوجل، بتفتح لنا الصفحة ديت ومن خلالها هنسجل دخول لحساب جوجل. لو ما معناش حساب نقدر نعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين نسجل دخول على نفس الصفحة دي. أوافق. بعد تسجيل الدخول للحساب بنرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للإعدادات، بندخل على التطبيقات، على يمين الشاشة بنلاقي كلمة كل التطبيقات بنضغط عليها، وبعدين بنختار تم إلغاء التفعيل، بندخل على خدمات جوجل بلاي وبعدين بنعمل له تفعيل، بنرجع خطوة للخلف، بندخل على جوجل كروم وبنعمل له تفعيل، بنعمل إعادة تشغيل للجهاز.
بعد إعادة تشغيل الجهاز بنضغط بدء، التالي، بنحدد الموافقة على الكل بنضغط التالي، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب الأول بنجاح، بنضغط التالي. التالي بنحدد كلا شكرا، بنضغط تخطي، تخطي على كل حال. تخطي تخطي إنهاء. تم ضغط حساب جوجل للهاتف بنجاح. يفضل بعد العملية ديت عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر التطبيقات اللي نزلناها وثبتناها من على الإنترنت. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات، الجهاز بعدها مش بيطلب منك حساب جوجل مرة تاني. بندخل على الضبط، الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة ضبط، مسح الكل. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار سامسونج من 5 لـ 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، بنضغط بدء، التالي، بنحدد على الموافقة على الكل وبنضغط التالي، التالي. التالي 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 بنحدد كلا شكرا وبنضغط تخطي، تخطي على أي حال.
تخطي إنهاء. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.